حياكم الله مشاهدينا من جديد برنامج شباب 21. لكل عشاق العاب الخفه انتم على موعد مع فيلم الاثاره والتشويق ناو يو سي مي، ودور قصه الفيلم حول اربعه من المحترفين في العاب الخفه بمدينه لاس فيغاس اللي يتمكنون من سرقه احد البنوك بطريقه غريبه، ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض عليهم، لكن بيفاجئون الجميع بتوزيع الاموال المسروقه على الجمهور. Come in close. Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you. Ladies and gentlemen, for our final trick, we are going to rob a bank. Please, here's where I can see him. Can you explain to me how you went from Las Vegas to Paris in 3 seconds? What do the kids call it these days? Oh, magic. First rule of magic, always be the smartest guy in the room. Your bank was the distraction. Wow, they set up the real trick. Yeah. I got nothing. Okay, thank you. Thank you for the delay. Whatever this grand trick is, it was designed a long time ago. And I believe that what's about to follow is really going to amaze. مشاهدينا، بما ان اليوم فيلمنا يتكلم عن خفة اليد والالعاب الخارقة، قررنا احنا في شباب 21 نستضيف موهبة اماراتية في عالم خفة اليد والالعاب الخارقة، وهو الاماراتي معين البستكي. نشوف معاكم هذا اللقاء مع بدر. بما ان فيلم هذا الاسبوع وفيلم العاب الخفة ناو يو سي مي، فحبينا نستضيف محترف في العاب الخفة وهو معين البستكي. حياك الله يا معين. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني اكون متواجدكم في البرنامج، برنامج جدا شبابي، انا من المتابعين واحب الافلام، نتابع برنامجكم عشان ناخذ الفيدباك منه دائما. يعطيك العافيه على نباتنا اليوم. عفا عليك، اللي يبيكم ان شاء الله كم من حركه جدا مميزه وحلوه، اساس الناس يربطون الاشياء اللي نسويها بالفيلم اللي بيشوفونه في السينما. خبرنا عن بدايتك. بدايتي عاد يوم ان انا اول ما عرفت العاب الخفه هاونا 6 سنوات عمري. يا يدي وزقرني قال معي بشوفه. صرت له خذ درهم حطه في حلجه عض عليه يوم طلعها ولا هي نص درهم، يعني قاصنها نص. انبهرت قلت يمكن لسانه قويه، يمكن الرجال هذا يوم انه اخذ الدرهم عقب ما قص عليه يوم انه حركه شوي ولا رجعها درهم كامل. فصرت الفريق جمعت لي على 10-20 درهم، قلت له يدها عندك 20 درهم اباك تحول لي اياهم دراهم زينه، الدراهم اللي قالت شوي وهذا ما حد كان يباهم، وديت له 20. قال قلت له اباك تحول لي دراهم زينه عشان نشتري فيها دراجه هوائيه سيكل. قال لي ما اروم الدرهم اللي عندي فيها خفه. كملت دراستي، الدراسه جدا مهمه، واحنا ما نقول ودوا الدراسه وسووا سووا العاب خفه، بس انه اهم انه استمريت وانا ادرس كنت اتعلم وانا ادرس كنت اتعلم، لان الحمد لله فتح لنا الباب انزين قربنا وصرنا برامج، واحنا بدينا مع سما دبي ودائما مع سما دبي ونرجع لسما دبي وين ما نصير وين ما نكون. هل ممكن معين تدرس ناس على العاب الخفه؟ عندي انا تلاميذ، عندي على تقريبا 10 تلاميذ، بس بحكم من الوقت انا شوي قللت ان انا ادرس، جتني فتره كنت متحمس وايد ابغى اعلم. فشو سويت؟ بدال ما اني انزل الحين الكلاس روم واعلم الناس اللي اعلمهم، قمت اعلمهم على فيديوهات، الحين لو تنزل على اليوتيوب بتحصل كم من فيديو انا منزلينه بالعاب خفه مختلفه وقويه، مو من العاب خفه، في حركه سويتها مع مارادونا علمته، حركه سويتها مع عبد الرحمن العقرب سويت هم اني علمته، ففي حركات موجوده انا قمت اعلم. يلا اكون في البيت واشتهي بابكون، ما عندي اللهم ولا عندي جهاز اني احول بابكون، عندي بابكون اللي هو الروم. فعندنا كرتون موجود، كرتون فاضي. زين موجود عندنا. اللي بنسوي انت عندك الزهر اللي يستعملونه حق الطاولة، اباك تشوف ان كل ارقام مختلفة، عندك 6 عندك 2 عندك 4 عندك اللي عندك ارقام مختلفة صح؟ اللي اباك تسوي اباك من غير ما انا اشوف، من غير ما اي حد يشوف، حتى ان الكاميرا ما تشوف، انك انت تختار رقم على الطاوله وتحط ايدك عليه انزين وما تراوي حد، واحاول اخمن الرقم اللي انت اخترته تحت. انا صراحه براوي المشاهدين. وبتراوي المشاهدين. اباك تحط على الطاوله والرقم يكون فوق. اوكي يلا. اوكي؟ عندك رقم موجود؟ يلا. شو الرقم؟ انت الزهر بايدك، انت اخترته، المشاهدين شافوا. ايه.
رقم واحد. احنا يوم نسوي سوالف هاي فيها وايد من الفنون المختلفة. في عندك ألعاب خفة، في عندك تقنيات، في عندك مثلا قراية البادي لانجوج، وهذا فن موجود. بادي لانجوج ممكن تشوف بادي لانجوج وتقرأ من البادي لانجوج أشياء مختلفة. عندك من الـ NLP موجود. ففي فنون مختلفة، احنا نحاول نتعمق في كل الفنون اللي موجودة ونستشف اللي نباه وناخذ اللي نباه أساسا نستعمله في ألعاب الخفة. من أكثر شخص وقف وياك في بداية مسيرتك؟ بيني وبينك ما حد وقف وياي. أنا أول ما إنه الأهل عرفوا إن أنا با أستوي لاعب خفة قالوا ما يجوز. ففي بداية المشوار كون الفن هذا مش مقبول عندنا مثل الفنون الثانية ما حد وقف وياي يعني. ولكن إحنا أصرينا أساس إن نبهر العالم والناس. عندي هني تخمين بريدكشن بحطه هني وإحنا ما بنسوي. وعندي الله يسلمك لوحة قدامك مثل ما أشوف. إنزين، وعندي قرامة إنزين بألوان مختلفة. أباك تشوف لو إن البلايند فولد هذا ممكن أنا أشوف من خلاله ولا لا؟ راح لا. لا صح. اللي بسوي أنت عندك لوحة موجودة قدامك وعندك قرامة بألوان عندك، اللي ما تسوي بثانية أنا بلف وجهي، أباك تأخذ قرام من القرامة وبخبرك تسوي. أوكي، أنا بلف لي. اللي أباك تسوي أباك تلون جدار البيت من تحت من غير ما تلون الباب والشباك. أباك تلون بس جدار البيت من تحت. لون جدار البيت إذن أباك تحط القلم على صوب، ما تحط غير القلم الثاني، تحطه على صوب، تأخذ لك قلم ثاني. إذن أباك تلون بسقف البيت من فوق. تاخذ اخر قلم اباك تلون الشباك. لونت الشباك زين، حط القلم اصلا خلصت تلوين صح؟ اوكي، انا بشيل البلانك فولد. قبل ما احنا نبدا باي شيء اوكي حط تخمين قدامك صح؟ تخمين الأعشاب لون أصفر، الباب لون أزرق، الجدار على أساس هذا كان لازم يكون تحت لون الأحمر، السقف لون الأسود، الشباك لون الأخضر. أنت خذت ألوان عشوائية وأنت لون تبغون. شوف إحنا دائما اللي مسؤولون على بالهم أنها طموحنا نوصل للعالمية. براي العالمية من وصلنا، اللي بيجتهد بيوصل للعالمية. احنا ما نبي العالم يصيرون يشوفون الاجانب. احنا في العالم العربي عندنا مواهب جدا جميلة من كل النواحي، عندنا مذيعين مبدعين، عندنا فنانين، عندنا لعيبة كورة، عندنا وعندنا وعندنا. فالناس اللي برا لازم يعرفون انه في مواهب موجودة هنا عندنا ويجون يشوفونا. مو بان احنا نطلع اقول لا باكر انا حلمي اني اكون في لاس فيغاس عندي عرض، لا، احنا في دبي ممكن يكون عندنا عروض موجودة ومسارح وفنون. إنه نسوي هني عندنا في بلادنا والناس يجون يشوفونه من برا، فالطموح موجود. بعض الناس يعتقدون إن ألعاب الخفة هي سحر، لكن هي يعني مهارات الواحد يتعلمها ويطبقها على أرض الواقع. صح كلام. ويوم بشوفون الفيلم بشوفون إن الجروب هذا أو الجماعة هاي يسوون ألعاب خفة وبعدين يكشفون لك إياها، فيسوون لك شيء جدا عجيب وصار في لك بنك واختفى وحد، وبعدين يكشفون لك إن سوينا شيء وسوينا شيء وسوينا شيء وسوينا شيء. عسف أن يأكدون للعالم أن ألعاب الخفة جدا مبهرة، ولكن نهاية هي ألعاب خفة وما في قوة خارقة، وأنت ما عندك خبرات خارقة مثلك مثل أي أحد ثاني. لا أنا ولا ديفيد كوبرفيلد ولا كريس إنجل عندهم قدرة، أو ديفيد لين عندهم قدرات خارقة. كله هي إحنا ندور أساليب وطرق نسوي أشياء مميزة. أخطر حركة سويتها؟ سويناها ببرنامج تلفزيوني من زمان، حركة من الحركات اللي كنت أبان أتعلمها أول ما دخلت مجال ألعاب الخفة، إنك شلون أنت ممكن تولع عمرك بنار تكون فليم أوف فاير، تكون فيلد أوف فاير وما يستوي بك شيء. فصرت بحث دورت أتعمق لين ما تعلمت الحركة هاي. كانت وايد خطرة، إحنا كنا متجهزينها بس إن ما توقعنا اللي يصير، على أساس إن أنا بكل بخلي عمري على مولع بنار لمدة دقيقتين
بس بأربعين ثانية كنت لازم إنه أطلع منها. شباب يوني طفوا النار العلية ومن عقبها قررت إني ما بسويها. هاي كانت صدق خطرة، في حركات جدا خطرة أسويها، في حركات إني أمشي على الزجاج آكل زجاج أطلع خيط من عين بعد ما أبلعه، ففيديوهات كل هاي موجودة. ولكن إنك أنت تولع عمرك بنار وصدق نار ومبين إن هذا أنت وليس إنك مغطى وجهك ولا هذا، هاي كانت حركة أنا سويتها. الله يعافيك، مشكور يا معين، عزيز الله يقصر، مشكور على وقتك، الله يسلمك، ولنا ان شاء الله لقاء ثاني ان شاء الله. صراحه انا عجبتني هذه الموهبه وايد، فانت شو رايك بدر؟ انا وايد استانست وياه، يعني الاخ معين كان يسوي لي حركات وايد وايد حلوه، وانت تفاجأت وتبغى تتعلمها اكيد. اكيد حتى في حركات اقول لك سوى لي اياها ورا الشاشه، علمني كم حركه يعني. اي خلاص لازم عقب انت الحين تسوي لنا الحركات. لا لا انا يعني ما اعطي ببلاش، لازم دروس خصوصيه احنا نسويها. لا والله.